بكم مشاهدينا الكرام الى نشره الاخبار والبدايه بالعناوين. الدبيبه يؤكد تسخير حكومته كافه الامكانات لمفوضيه الانتخابات من اجل استحقاق ديسمبر. السائح يؤكد عدم تسلم المفوضيه مبالغ ماليه من المجتمع الدولي وان الحكومه اساءت فهم اتفاقيه فرنسا. وزير الصحة يعلن انطلاق حملة التطعيمات ضد كورونا في المنطقة الشرقية. أهلا بكم إلى التفاصيل. رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة بقرار مجلس الأمن مطمئنا المجتمع الدولي إلى أن الحكومة تضع كافة الإمكانات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. تفاصيل أوفى في هذا التقرير في الوقت الذي تؤكد فيه حكومه الوحده الوطنيه المؤقته التزامها بمخرجات الحوار السياسي الليبي وخارطه الطريق الناتجه عن ملتقى الحوار والالتزام بكونها حكومه انتقاليه مهمتها الرئيسيه تهيئه البيئه المناسبه لاجراء انتخابات وطنيه حره وشفافه وتوفير الخدمات للشعب الليبي الذي عانى من ويلات الحرب أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة بياناً أشار فيه إلى ترحيب حكومته بدعم واعتراف مجلس الأمن بالمجلس الرئاسي والحكومة باعتبارهما السلطة التشريعية في ليبيا كما طمانت بيبه في بيانه المجتمع الدولي بان الحكومه تضع كافه الامكانات الماديه واللوجستيه تحت تصرف المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات من اجل التاكد من اجراء انتخابات وطنيه حره ونزيهه في موعدها المقرر الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل دبيبه اعرب في بيانه عن ترحيب حكومته بنشر وحدات مراقبه امميه بالتعاون مع لجنه خمسه زاد خمسه لمراقبه وقف اطلاق النار مؤكدا على استعدادها لتوفير كافه الامكانيات لتسيير عملها داعيا مجلس الامن الى دعم الحكومه لاخراج المرتزقه من الاراضي الليبيه ومشيرا الى تاكيد الحكومه على ما جاء في القرار من اهميه اجراء المصالحه الوطنيه كاستحقاق وطني من شانه التهيئه لاجراء الانتخابات في موعدها، اضافه الى دعم المجلس الرئاسي انجاز هذا الاستحقاق. هذا وجددت بيبه في بيانه كذلك التزام حكومته بالمهام الموكله اليها وفق الخارطه السياسيه المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي. وسعيها لتوفير الخدمات لكافه الليبيين، فضلا عن اهميه اسراع مجلس النواب في عمليه اقرار الميزانيه ليتسنى للحكومه القيام باعمالها، بما في ذلك توفير ما يلزم لاجراء الانتخابات في موعدها. من جانبه اشاد التكتل المدني الديمقراطي في بيان اصدره بقرار مجلس الامن الدولي الداعم لاعاده الاستقرار في ليبيا. مؤكدا على ضرورة إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد وشدد التكتل على وجوب الالتزام بقرارات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بشأن نزع السلاح وإخراج المرتزقة مطالبا الحكومة بعدم عقد أي اتفاقات خارجية تحمل البلاد أعباء سياسية واقتصادية تطبيقا للمادة العاشرة من الاتفاق السياسي كما رحب تيار ليبيا للجميع بقرار مجلس الامن الاخير بشان ليبيا داعيا في الوقت ذاته الى التزام حكومه الوحده الوطنيه المؤقته بتمهيد الطريق لاجراء الانتخابات القادمه في موعدها المحدد المزيد في هذا التقرير بدايات لا تعبر عن التزام حكومه الوحده الوطنيه المؤقته بمخرجات حوار جنيف ومنحها الثقه من مجلس النواب هذا ما صرح به البيان الثاني الصادر عن تيار ليبيا للجميع مؤكدا انه في حال الاستمرار على هذا النهج فان ذلك يعيد الازمه الليبيه الى المربع الاول تيار ليبيا للجميع اكد في بيانه الصادر ان الوقت امام الحكومه لم يمضي بعد وان الشعب الليبي وقواه السياسيه ما زالوا يرون في الحكومه الامل لانقاذ البلاد وانهاء المراحل الانتقاليه المستنزفه التمهيد لاجراء الانتخابات الوطنيه في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل الذي يقع على عاتق الحكومه هو ما شدد عليه البيان بالتزامن مع قرار مجلس الامن رقم خمسه وعشرين على سبعين للعام الفين وواحد بهذا الخصوص البيان اكد ايضا على ضروره توفير السيوله الماليه وتحسين المستوى المعيشي للمواطن علاوه على وضع حلول طارئه لمكافحه جائحه كورونا بعد ان تفاقم الوضع الوبائي في البلاد الفتره الاخيره وفي سياق متصل وجه تيار ليبيا للجميع الى ان توكل الشؤون الخارجيه الى المجلس الرئاسي في خطوه من شانها عدم تداخل الاختصاصات والصلاحيات بينه وبين الحكومه داعيا في الوقت ذاته الى عدم تحميل الحكومه الليبيه المنتخبه القادمه اي التزامات ماديه او معنويه او ما يمس سيادتها الوطنيه وبالعودة إلى ذلك فقد شدد البيان أيضا على ضرورة تقديم الدعم المادي واللوجستي للجنة خمسة زائد خمسة والدفع إلى تنفيذ نتائجها بعيدا عن التجاذبات السياسية مؤكدا أن نيل الشرعية الوطنية لأي حكومة في العالم لا يعني انتهاء المهمة بل ابتداءها وبدوره رحب مجلس شيوخ الطوارئ في بيان له بقرار مجلس الامن الدولي الذي يؤكد على التقيد باجراء الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه في موعدها حثا مجلس النواب على ضروره الالتزام بموعد الانتخابات والاسراع في دعم حكومه الوحده الوطنيه المؤقته والمفوضيه العليا للانتخابات لاستكمال الاستحقاق الانتخابي المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم اكد رئيس المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات عماد السائح عدم تسلم المفوضيه مبالغ ماليه من المجتمع الدولي وان ما يتم تداوله حول توقيع اتفاقيه مع فرنسا يمثل فهما خاطئا واشار السائح في تصريحات صحفيه الى مطالبه المسؤولين في ليبيا باجراء انتخابات باشراف الامم المتحده وليس مفوضيه الانتخابات لياتي بعد ذلك دور المفوضيه بعد تكثيف المطالبات محليا ودوليا بضروره الالتزام بموعد اجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه، وهو ما تم تاكيده ايضا من قبل مجلس الامن، تصريحات جديده اطلقها رئيس المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات عماد السايح تخص هذه الانتخابات والتجهيزات لها. السايح استهل تصريحاته بالاتفاقيه الاخيره التي تم ابرامها مع فرنسا مؤكدا عدم تسلم المفوضيه مبالغ ماليه من المجتمع الدولي وان ما يتم تداوله حول توقيع اتفاقية مع فرنسا يمثل فهما خاطئا، وهنا أوضح السايح أن الأمم المتحدة تعمل بأموال المجتمع الدولي، وأن كل ما ينشر من دعم دولي فهو لها في ظل وجود حالة من سوء الفهم لدى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن الأموال المتآتية من توقيع اتفاقيات الدعم بين هذا المجتمع والأمم المتحدة، مع الظن أن مفوضية الانتخابات تطلب أموالا منهم. السايح أشار إلى موافاة الحكومة في خطاب رسمي منذ مدة باحتياجات مفوضية المتمثلة في الدعم المالي الإضافي بقيمة 50 مليون دينار لإتمام الاستحقاق وتغطية الانتخابات لأن المتوقع كان إجراء انتخابات تشريعية فقط باعتبار أن الانتخابات الرئاسية تستغرق وقتا وجولات أكثر فضلا عن حاجة الموظفين وعددهم 35 ألفا إلى مصاريف مضيفا ان الاتفاق على اجراء استفتاء على الدستور سيحتاج الى رصد ميزانيه منفصله وان مطالبه مجلس الامن الدولي بضروره الانتهاء من القاعده الدستوريه قبل يوليو المقبل جاء بناء على طلب من مفوضيه الانتخابات التي تفكر في تسجيل الناخبين قبل تسلم القاعده الدستوريه للاستفاده من الوقت موضحا ان المفوضيه لديها ما يكفي من ميزانيه لتغطيه مصاريف التجهيز لكن لديها نقصا في مصاريف التنفيذ وحول الإشراف على الانتخابات، قال السايح أن مطالبة المسؤولين في ليبيا بإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة وليس مفوضية الانتخابات، ليأتي بعد ذلك دور المفوضية. مشكلة دعم إجراء الانتخابات ما تزال قائمة، فالسايح بتصريحاته هذه يؤكد أن مصاريف التنفيذ لم تكتمل بعد في انتظار إيفاء الحكومة بوعودها ودعم المفوضية بالأموال اللازمة لتحقيق هذه الانتخابات. كما بحث رئيس المفوضيه العليا للانتخابات عماد السائح اليوم مع وزير الدوله لشؤون المهجرين وحقوق الانسان احمد بخزام ملف مشاركه الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات القادمه واهم التحضيرات التي اتخذتها المفوضيه استعدادا للاستحقاق المقرر اجراؤه في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وخلال لقاء عقد في طرابلس تم التاكيد على استمرار تبادل المعلومات التي تمكن الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما تجاه المرحله المرتقبه. استقبل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مكالمه هاتفيه من نائب وزير الخارجيه الروسي ميخائيل بوغدانوف، ناقش خلالها مجموعه من القضايا المتعلقه بتعزيز العلاقات الروسيه الليبيه. الى جانب التباحث حول تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والانساني وغيرها من المجالات ذات الاولويه والتي تاتي في اطار نتائج زياره رئيس حكومه الوحده الوطنيه المؤقته عبد الحميد البيبه مؤخرا الى موسكو وبحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومه الوحده الوطنيه المؤقته عبد الحميد دبيبه ملف استمرار الانتقال الى الانتخابات في ليبيا والمقرره في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم. وبحسب الصفحه الرسميه للسفاره الفرنسيه لدى طرابلس على تويتر فقد ناقش الطرفان ايضا ملفي توحيد المؤسسات وترحيل القوات الاجنبيه وكذلك الخدمات المقدمه للمواطنين. اكدت الخارجيه الامريكيه على ان هدف الولايات المتحده هو الوصول بليبيا الى بلد ذي سياده مستقر وموحد دون اي تدخلات اجنبيه. وفي تصريح لموقع العربيه نت قال مسؤول في الخارجيه الامريكيه ان بلاده تؤكد على ضروره خروج جميع القوات الاجنبيه والمرتزقه من ليبيا دون تاخير. وفي ملف كورونا اعلن وزير الصحه علي الزناتي عن انطلاق حمله التطعيمات ضد فيروس كورونا في المنطقه الشرقيه، وذلك بعد وصول شحنه اللقاحات من مخازن الامداد الطبي بوزاره الصحه في طرابلس الى مخازن جهاز الامداد بمدينه بنغازي، والتي سيتم توزيعها على المراكز الصحيه المحدده بالتطعيمات في المنطقه الشرقيه. هذا كما انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات بعد تجهيز 430 مرفقاً صحياً في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة هذا وقام كل من مدير المركز الوطني لمكافحه الامراض وعميد واعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز قاموا بجوله داخل المركز الصحي وسعيه بديري لاخذ التطعيم والاطلاع على اليه سير حمله التطعيم للمواطنين وفقا لوكاله الانباء الليبيه في جديد الوضع الوبائي مشاهدينا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 749 إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ذلك من أصل 3158 عينة أجريت لها الفحوصات وأضاف المركز في بيانه الأخير تماثل 666 مصابا للشفاء ووفاة 14 آخرين مؤكدا وصول العدد الكلي للمصابين منذ بدء الجائحة الى 171880 بينما تخطت الوفيات حاجز 2890 بالوحات دعت اللجنه الطبيه الاستشاريه لمكافحه فيروس كورونا امس كافه المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائيه للحد من انتشار الوباء وأوضحت اللجنة في بيانها رقم 95 دخول حالة جديدة لمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام وبذلك يكون عدد الحالات في المركز قد بلغ ست حالات أجرى وزير الصحة علي زناتي أمس جولة تفقدية لمركز تأهيل المعاقين ببنغازي وذلك للوقوف على مدى توفر كل الخدمات والنظر في المشاكل التي تواجه المركز الذي يقدم خدماته لذوي الإعاقة ببنغازي وخارجها وأكد الزناتي أن وزارة الصحة ستوفر كل ما يلزم من أحدث المعدات والتجهيزات للنزلاء داخل المركز والمستفيدين من خدماته في خبر عن التعليم، أعلنت وزارة التعليم اليوم عن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2020-2021. وذلك في كل المؤسسات التعليمية بمراقبات التعليم في مدن المنطقة الغربية وبلديات طرابلس الكبرى. هذا وبينت الوزارة التزام المدارس باتباع الإجراءات الوقائية حفاظاً على السلامة العامة. نشرتنا متواصله مشاهدينا وفيها بعد الفاصل وزير النفط يعلن ايداع ايرادات النفط مؤقتا في حساب المصرف الخارجي لحين استكمال مراحل الحوار السياسي أهلا بكم من جديد. قال وزير النفط محمد عون أن ريع النفط سيواصل حركته من المصرف الليبي الخارجي إلى المصرف المركزي وذلك بعد الانتهاء من الاتفاق على تسمية شاغلي المناصب السيادية من مجلسي النواب والدولة. وأوضح عون في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية أن الإيرادات النفطية تودع مؤقتا في حساب مؤسسه النفط بالمصرف الليبي الخارجي الذي يخضع لاشراف لجنه ليبيه ودوليه مشتركه الى حين استكمال مراحل الحوار السياسي وتشكيل باقي مؤسسات حكومه الوحده تواصل فرق الصيانه بحقلي جال والفارغ اعمال الصيانه ضمن خطط العمل المبرمجه من اجل اعاده تشغيل المرحله الثانيه حيث تمكن فريق قسم الميكانيكا العامه من السيطره على تسريبات بنظام التبريد بالاضافه الى اتمام عمليه الفحص والصيانه والبدء في استبدال نظام المضخات الكيميائيه في المرحله الثانيه باخرى حديثه تعزز من قدراتها على العمل حيث تم بعد التغلب على بعض العقبات الفنيه والنقص الحاد بقطع الغيار تزويد محطه السرير بالغاز بحسب احتياجاتها اليوميه في جديد الشبكه الكهربائيه اعلنت الشركه العامه للكهرباء عن فصل التغذيه الكهربائيه على جميع الخطوط المتغذيه من محول بئر غنم وذلك لتامين موقع العمل وتجديد مكونات محطه بئر غنم ما ادى الى فقد مناطق بئر هويسه ووادي الحي وجنوب صرمان وقريه ناصر التغذيه وكذلك جميع خروجات جهد الاحد عشر كيلو فولت كما اكدت الشركه العامه للكهرباء عدم وجود طرح احمال في اي من الجناح الجنوبي والغربي والشرقي لليوم الثاني على التوالي قالت الشركه في بيان اليوم انه لا يوجد طرح للاحمال وهو الامر الذي تكرر امس السبت ما يرسم ملامح التفاؤل على المواطنين بان يكون فصل الصيف المقبل اقل حده في طرح الاحمال وساعات الاضلام عن الصيف الماضي في شأن منفصل ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد لحويش خلال اجتماعه برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الإجفارة وبعض المسؤولين الصعوبات التي تواجه الغرفة في تنفيذ مهامها وسبل حلها لحويج اكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزاره على تطوير اللوائح التنظيميه لغرف التجاره والصناعه مشددا على ضروره البدء في تفعيل الغرفه ووضع خطه عمل تسهم في التنميه الاقتصاديه اضافه الى زياده الصناعات والمشاركه في المعارض الداخليه والخارجيه بالتعاون مع مركز تنميه الصادرات بهدف تسويق المنتج المحلي خارجيا طالب السفير الليبي في روما عمر الترهوني بسرعه فتح المجال الجوي الليبي الايطالي في اقرب وقت ممكن، داعيا الى رفع الحظر المفروض على طيران ليبيا وذلك نظرا لاهميه وجود اتصالات مباشره بين البلدين. اكد المتحدث الرسمي باسم مصرف الوحده احمد التركي ان السيوله النقديه متوفره طيله ايام شهر رمضان المبارك بفروع وكالات المصرف بكل ربوع ليبيا. بحسب الصفحة الرسمية للمصرف، فقد أشار تركي إلى إدراج كافة مرتبات الجهات والمؤسسات تباعا ما لم يتعثر تحصيل صكوك المرتبات لعدم توفر أرصدة بحسابات تلك الجهات والمؤسسات. في سرت أعلنت البلدية اليوم إحالة حوافظ مرتبات موظفي القطاعات والأجهزة التابعة لها عن شهر مارس الماضي إلى المصارف التجارية. قال مراقب الخدمات المالية في سرت عز الدين السويسي أن كل رواتب شهر مارس لموظفي الأجهزة الحكومية بالمدينة البالغ عددهم أكثر من 14 ألف موظف وموظفة تمت إحالتها إلى المصارف لافتا إلى العمل حاليا على تجهيز حوافظ مرتبات شهر أبريل الجاري تشهد أسواق اللحوم في سبها تذبذبا واضحا في الأسعار انعكس بشكل مباشر على صغار التجار والمواطنين من ذوي الدخل المحدود ما جعل ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة متوقعة لارتفاع أسعار العلف الحيواني وتكلفة تربية المواشي الوطنية المزيد في سياق تقرير مراسلنا عبد المنعم جهيمي يواجه هشام كغيره من باعة اللحوم في سبها مشكلة أسعار اللحوم التي تنعكس دوما على مدى إقبال الناس على شرائه كل رمضان الإقبال عليها يتغير باختلاف الأسعار كعادتها يعني قبل رمضان بيوم كان تمام الحمد لله أمس بس كان الحمد لله برضو واليوم بس اللي هو يعني ابتدت الحركة تخف الجعود 28 بالعظم و40 هبرة والضان 43 والبجر 40 هبرة و30 بالعظم سكان المدينه من ذوي الدخل المحدود لجأوا لسياسه شراء كميات اقل من اللحوم ومحاوله التقليل منها قدر الامكان وهي سياسه ترافق ارتفاع الاسعار وتحاول تخفيف المصاريف بما يتناسب مع الدخل خلال رمضان والله معقوله معقوله جدا معقوله عن السنه الماضيه معقوله سمي العام الماضي والله وعلى حسب الظروف اللي صار على حسب الظروف ابي يشري وعلى امكانياته أن مرات انت تشري متاع لحم الشهر كامل مرات يطفي عليك الضيمه ما على الظروف يعني لكن كل يوم بيوم أفضل لك. ارتفاع اسعار اللحوم في سبها هو نتيجه متوقعه لارتفاع سعر العلف الحيواني وبالتالي ارتفاع تكلفه تربيه المواشي الوطنيه وهي ازمه تعانيها كل البلاد ولا توجد مساع حقيقيه لمعالجتها بما يتناسب مع دخل مواطن بسيط لقناه ليبيا عبد منعم جهيمي سبها أقيم في مدينة بنغازي حفل تأبين للشيخ علي نصير العمامي أحد مشايخ وأعيان مدينة بنغازي بعد أن وفاه الأجل في الثاني من رمضان بحضور جمع كبير من أهالي المنطقة الذين عبروا عن حزنهم لفقد هذه القامة تفاصيل أوفى في التقرير التالي الذي هو بالإجابة جدير أن يتقبله بواسع الرحمة والغفران وينتهي المرء من الدنيا ولا يبقى إلا عمله لا يكاد يمر يوم من ايام هذا العام والذي سبقه الا ويفقد الوطن فيه قامة مهمة من قاماته وعلمائه ومشايخه. وفي يوم مبارك من ايام هذا الشهر الفضيل انتقل الى جوار ربه الشيخ الكبير علي نصير العمامي احد ابرز اعيان قبيله العمائم في المنطقه الشرقيه. تأبين الشيخ علي نصير العمامي أحد مشايخ قبيلة العمايم، ونتوجه بالشكر والتقدير لجميع القبائل التي حضرت بهذا التأبين الشيخ الجليل، الله يرحمه ويسامحه، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد بالرحمة، ونتوجه بالشكر لجميع من وسأنا وعزانا سواء الحضور أو بالاتصال عن عبر الهاتف، وما يسعنا إلا نقول إن لله وإنا إليه راجعون. تأبين الشيخ لعمامي تم بحضور عدد غفير من مشايخ القبائل الليبية وأعيانها وعدد كبير من أهالي المنطقة الذين أكدوا بدورهم على فقد هذه الشخصية التي تعتبر إحدى أهم الشخصيات السباقة إلى فعل الخير والوقوف بوجه الظلم والإسهام في حل عدد كبير من المشكلات وإصلاح ذات البين في هذا اليوم المبارك الرابع من شهر رمضان بتابين شيخ من شيوخها وعين من اعيانها ورجل من رجالها الا وهو المرحوم الشيخ علي خليفه نصير عليه رحمه الله اجمعين ونتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجميع القبائل ومن قام بتعزيه قبيله العماين في هذا الفقيد ولا نقول الا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين. عندما يكون الفقد على مستوى القبيلة أو الوطن، تبقى الذكرى الطيبة للمتوفى سنين عديدة، يستذكر فيها الأهل والأصحاب مناقب الفقيد ومحاسنه، فلا عزاء لهم إلا سيرة عطرة تركها خلفه الشيخ لعمامي وغيره من مشايخ وشخصيات كريمة فقدتها ليبيا والليبيون ككل. قبل الختام هذا تذكير أدبيبا يؤكد تسخير حكومته كافة الإمكانات لمفوضية الانتخابات من أجل استحقاق ديسمبر السايح يؤكد عدم تسلم المفوضية مبالغ مالية من المجتمع الدولي وأن الحكومة أساءت فهم اتفاقية فرنسا وزير الصحة يعلن انطلاق حملة التطعيمات ضد كورونا في المنطقة الشرقية وبذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الانترنت كوم أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر إلى اللقاء